سيدة ديالة، لماذا لا يتم القبول بسمير الخطيب ولو بشكل مؤقت حتى تستقر البلد ونمنع حالة الفراغ التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية كما يتحدث الأستاذ علي؟ أولا، إذا في معلومات عن شو هي أجندة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان فليكشفوا لنا عن مصادرها وعن أدلتها ولينورونا بها، لأن التحليل اليوم وتخوين الناس التي تطالب بالكف الفساد وبمحاسبة الفاسدين هو أسوأ من الخيانة. يعني تماما، في بلد مثل لبنان عانم الاحتلال الإسرائيلي، تخوين أي شخص اليوم والقول أنه مرتبط بالخارج هو أبشع شكل من أشكال القدح والذم والتحريض. فلطفا، ما حدا بقى يتهم ويخون أي شخص عم ينزل ليطالب بحياة كريمة وبتطبيق القانون على الجميع إلا ما يكون في عنده دليل، وإلا هو عم يرتكب جرم. هذه بالنسبة للأجندة الأمريكية في لبنان. أما بالنسبة للحديث عن فراغ، ما هو الفراغ اليوم؟ النصوص القانونية اللبنانية من الدستور وجرا لا تسمح بوقوع أي فراغ. إذا كان ثم فراغ حاليا فالمسؤول عنه هو رئيس الجمهورية الذي لم يكلف حتى الآن رئيس حكومة بعد بدء الاستشارات النيابية. يعني رئيس الجمهورية هو المسؤول عن الفراغ إذا كان ثم فراغ، وليس الناس الذين هم يقضون بأبسط حق من حقوقهم الدستورية وهو التظاهر السلمي للتعبير عن استيائهم بعدما وصل العجز في بلدنا إلى درجة قياسية مقارنة بحجم هذا البلد وبعدد مواطنيه. فكل هذا الكلام عن فراغ وعن أجندة خارجية هو محاربة وعن قطع للطرقات، إنما هم وعن قطع للطرقات وإيقاف حال البلد وإغلاق المؤسسات. يعني عفوا، حزب الله قطع طرقات المطار مرات عديدة ولأشهر وليس لأيام وأسابيع. مختلف التيارات السياسية التي تحكم البلد اليوم لجأت إلى قطع الطريق وإلى تعطيل البلد وإلى تعطيل مرافقه حين كان هناك ثمت خلافات سياسية فيما بينها. فما بالك حين نتكلم عن ثورة شعب يقول أنه غير راض عنهم كلهم، حين يقول كلهم يعني كلهم عن جميع فرقاء هذه الطبقة، وحين قال ضيف وقت الكريم في البداية أن ثمة تيارات معارضة لعهد عون موجودة في الشارع، أذكره بأن القوات هم الذين سمحوا بوصول عون إلى الرئاسة، وجميع الفرق أحزاب السياسية هي جزء اليوم من هذه الحكومة التي ثار عليها الناس وبدأ أفرادها بالاستقالة وأولهم القوات على كل حال. فكل لا. هذا الكلام هو من يلف حول المشكلة من أجل محاولة تشويه الثوار بدلا أن يناقش في صميم المسألة. هل يوجد لدينا اليوم فساد مستشري في البلد؟ نعم. هل هذا الفساد مستشري متورط به جميع من في الحكم؟ على الأقل جميع من في الحكم إن لم يكونوا متورطين فيه فهم يغطونه ويسكتون عنه على الأقل، وهذا الشكل من أشكال التورط هو بحد ذاته جرم. الامتناع عن كشف الفساد والتسير عليه هو بحد ذاته شكل من أشكال الفساد. لماذا لا يريدون سمير الخطيب؟ لأن ارتباط سمير الخطيب بتيارات مثل تيار المستقبل تحديدا الذي يحكم البلد منذ 30 عاما هو ارتباط لا يمكن أن يوحي به ثقة للناس التي تريد تغيير النهج السياسي ولا حتى بشكل مؤقت. في النهاية هؤلاء الناس ليس لهم قادة لكي يقولون لهم ما يفعلون، فإذا نزل الناس بشكل كثيف وعبروا عن رفضهم لهذه الشخصية يجب الاستماع إليهم بشكل مؤقت. بشكل مؤقت لم نسمع حتى الآن أي إجابة لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة المستقيل أو من الوزراء المستقيلين أو رئيس مجلس النواب المزمن لهذا المجلس. لم نسمع من أي من هؤلاء كلاما عن التصور السياسي للمرحلة المقبلة. لم يقل أحد منهم أننا نوافق على انتخابات معجلة وبأن الحكومة المؤقتة ستكون انتقالية لفترة محددة. لم يقدم أحدا منهم حلول اقتصادية جدية، حتى ورقة الإصلاحات التي قدمها الحريري كانت نوع من السخرية من الناس، وكأن الناس هي غير قادرة على القراءة وتحليل الحلول ومدى واقعيتها من وهمياتها. كل هذا الأسلوب الذي تعاطى فيه اليوم ممثلي الأحزاب مع الشارع ومع الثوار أثار حفيظة الثوار أكثر من ذي قبل، ولهذا فهم لم يزالوا حتى اليوم في الشارع. قطع الطرقات بالمناسبة توقف في المرحلة الأخيرة، وبالكاد نسمع بأحد يقطع طرقات لسبب بسيط هو أن الناس لديها ما يكمل الوعي، بحيث أنها انتبهت أن هناك محاولة لوضع الشارع يعني جمهور الأحزاب في مواجهة جمهور اللا أحزاب، ولذلك فهم يتجنبون المواجهة ولم يعودوا يقطعوا طرقات بشكل جدي كما هو حال في السابق.